راجل اقعد بقى. قول اسف. الراجل ده كلام. ان ضل ده كله والله عيب عليك. عيب ليه؟ ازاي يعني؟ ليه مالك؟ ازاي تبقى بروفه مسرحيتك وما تحضرهاش؟ يا حبيبي اكتب لك المسرحيه الجديده. يعني انت تكتب وانا اناضل؟ فيها ايه؟ انت تكتب وانا اعمل مظاهرات؟ ومال؟ انت تكتب ابروت وانا اتكلم في السياسه واخش المعتقل؟ ايه دي فرص ما تضيعهاش. كل حاجه في حياتنا بالنص بتيجي لغايه النضال والسياسه وتخلع. طب انت بتكتب معايا؟ ما عنديش موهبه الكتابه. وانا كمان ما عنديش موهبه النضال. وانا زهقت من النضال يا بروت. يعني ايه زهقت؟ كام سنه؟ كام سنه في الجامعه عمال ازعق واعلي صوتي واقول كلمه حق واتكلم في السياسه وبرضه ما حدش سامعني وبترمي في المعتقل. ما تيأس. مش سيرة بلد تصحى وتسمع صوتك. قبل ما يصحى اكون سبتها ومشيت يا بروت. تمشي على فين؟ اروح اي حته بقى. في شعوب ودول كتيره جدا في العالم محتاجه رمز. قائد يتكلم ويعلي صوته بالنيابه عنهم ويطالب بحقوقهم. شعوب ايه دي؟ شعوب كتيره جدا في اي قاره في العالم. روح امريكا الشماليه، مال. انزل امريكا الجنوبيه، استراليا، افريقيا، اوروبا. اوروبا مثلا. مالها اوروبا؟ فرنسا مثلا. مالها؟ فرنسا محتاجه حد يمشي في المظاهرات. فرنسا محتاجه لك؟ مفيش راجل هناك بيمشي في المظاهرات، المظاهرات كلها حريمي يا اكسلانس. حريمي؟ ايوه. بنروح بالدم نفديك يا كرواسون وتعشت على كده خلاص، مفيش عندهم مشاكل. تتكلم جد؟ شعر اصفر بقى، عينين ملونه، جو تاني يعني. يعني انت مسافر عشان الستات؟ اناضل مع الستات. ومالهم ستات بلدنا؟ ما بيناضلوش يا بروتا. لا. انا لو كنت لقيت ست في البلد دي بتناضل كنت ناضلت، لكن للاسف انا. اتفضل يا سيدي. مركز شباب متعوقبة ماشي اهي وتقول لي نضال. ماشيه بقصريه. اوريك انا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا. باتريتشيا لورانس. بص شايف؟ شوف العينات دول من فرنسا. شايف بقى؟ الله الله. شفت ان انا عندي حق؟ ايه ده؟ شوف رايح فين يا هبل انت. اكسكيوزي مو اجوفي الي على تواليت ونبقى نتصرف. تواليت ايه بس؟ تواليت ايه يا بروتا؟ ما تركز بقى شويه. اصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام اخوك. آه. نطلع انا وانت على فرنسا سنه ولا اتنين نشقاهم هناك نرجع. قلت نشقى. اه هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمرمط اخر مره. ايه المشكله يا بروتا؟ قضيتك ايه؟ انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطه بالنسبه لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح، مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلامي يا بروتا. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتا بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تقبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاوس فريد. فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باث روم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباث روم اللي لسه داخلة الست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. اه. بص يا بروتا. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. ايه ده؟ واللينكر كده يبقى ما عندوش اصل. ازاي؟ صح ولا غلط؟ آه. يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب. عيب يا بروتا. انا ما اقدرش انكر الكلام ده. احنا اخوات وصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر. طبعا. والسفر يعني غربه. اي. والغربه محتاجه فلوس. اه. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عينيا ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه يا ولاد انت؟ وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في 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 حصل خير زي ما قال لك واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله. قدر والله. سرعنا يا عم اسكت. سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الظهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله احمد ربنا انها مش طيارة كانت رشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفرقع تاني؟ الله اعلم. العلم عند الله. بص يا سيدي. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالي. انا عارف ان انت محوش قرشين في حصلتك بالاضافة للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي يا اخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. ايوه. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين في حصلاتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله عليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي اخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راحه كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر ما فيش مشكله كده. اخوك
طيب. اخوكوا بيتقل عليك وبعدين انا اخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب تفريع دي تركب الطياره ازاي؟ طيب يا فروطه في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض يعني انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصالاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي مش مسافر يا بروتة؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتة؟ خلاص يا صاحبي الله ان شاء الله هتفرج. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا بحياه ابوك هتسلف بس الفلوس. نعمل الحفله. اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب يلا يا رجاله. الله توحشنا يا صاحبي. مش عارف يعني مش عارف اعيش من غيرك ازاي والله العظيم. وانا كمان مش عارف حام. من غير عياط من غير عياط من غير ادش ناقصه هبل. هي خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين؟ اه سنين طبعا. هتغيب سنين وانا حابني اسمي في عالم الكفاح والنضال بين يوم وليله. يا بروتة مش تركز معايا كده؟ ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمة هاكلها نصها ليا ونصها لي. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ قبل ما ارجع النص بتاعي يعفن وانت حالتك ثلاجه تفحه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش فيها ابن بلد وتقول لي هشيل. والله ما تخاف. يا راجل اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. يا خساره الايام الحلوه. يرضي مين ده يا رب؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي؟ طول عمرك كنت اتجاه واحد. ايه الحلاوه دي؟ مرساه. وكمان لغات. ايوه. ايه اللي جرالي؟ الست زيزة عملت فيها كده. والله جدعه. بقولك يا شربات، ايه فاضيه ثلاث اربع اسابيع كده اعزمك على ليمونادها؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب بقى. لا لا يا شربات الا الراجل ده. انا منعك. تمنعني لهوا يا اجزلان. انت ايه؟ اني اجزلان. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارفه يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمر بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح. طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زيزة قالت لي ان عزب بهده هيخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زيك كده. قلت ايه؟ قلت ما حدش هياخد مني حاجه غصب عني. خد كل حاجه شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. انا طالعه. شربات ما تطلعيش يا شربات ما تطلعيش. طالعه 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 ماسكه الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها بصيت له بص لها. خدك على المحور. وداك الدائري. عضك. ايه اللي حصل؟ ما لقيتوش. ليمونادة يا شربات. يلا امسك يالا نقطة الفوق السور ده. يالا امسك يالا امسك يالا امسك يالا يالا امسك يالا امسك يالا امسك يالا امسك يالا. صلاح فين ده بقى؟ انت تاجي من هنا وانت من هنا وانت من هنا بسرعة. دي عيال هبلة. ده انا باين لمصر كلها. استنى عندك. بقول لك ايه؟ هلففكوا ورايا الكره الارضيه كلها ومحدش هيلحقني. ولا قال كان في واحد ماشي كده وماشي كده مسكوه. تمسكوا مين يا بت؟ ده انا جريكوا ورايا اليوم القيامه وبرده محدش يلحقني. ليه الجن ولا ايه؟ نعم؟ جن ولا ايه؟ ولا ايه ده؟ اوعى ده الليله ايه؟ ولا اوعى. سفله سفله سفله. استعداد للانحراف غير عادي. انا بقول لك اهو اجن من الجن يا بت. ايه المقطع اللي انت لابسه ده؟ وايه المفتح اللي انت لابساه ده؟ عشان افتح للي زيك. وانا عشان اقطع للي زيك. اوعى. حلو صح؟ ممكن اعرفكم بتجري ليه؟ ممكن اعرف انتوا بتجروا ورايا ليه؟ احنا مش بنجري وراك. خلاص اسالوني بالادب هرد بالادب. سين سنسول. سين جواب. جواب. مش لما تتنقلي تسالي؟ ايوه ايوه. ده سؤال في اللغه الجديده ولا ايه؟ ايوه. انت حلاها ظلبطه. لا تعبيرا عن اللي جواها فراغ فشل في النضال لا شيء في المحتوى الجمجمي. مش عارفه انت
سفلة. أنا قلت أنا عارف، أنا مراهقة زبالة ماضي ملوث خارجة من النيابة من تلت ساعة. أنا عارف أنا بقول لك إيه. بالنسبة لإيه؟ مش عارفة. يا واد أنت يا ولا يا واد مش كنكة بن واقفة قدامي. بصي مش معقول، يا ليلتنا على الريحة إن شاء الله. يا ولا احتمال يعني يكون حصل لينك كده لينك كده. طب كان يلزمه الجري والفرهدة من الأول يا ولا أتراكتف مثلا. إيه يعني إيه؟ خليكي في حالك يا زبالة أنت لما حد يندهلك. مش ناقصة وجع بطن. يلا. أيوه بس يعني إيه يا ولد؟ خليكي في حالك يا لحوح، أنت بعيد. يلا مش ناقصة أعرف. يعني أيوه يعني إيه والله؟ يلا يا ست أنت بالشبشب الأكبر منك اللي أنت لابسها ده. يلا. يلا مش ناقصة وجع قلب. أيوه بس يعني إيه والله؟ يا جماعة حد يشوف كرة الدم الحمراء دي واقعة من مين؟ مش عايزين خايلة. دي حاجة عجيبة جدا. أيوه يعني إيه يا ولد؟ معلش معلش روح لها. الجمرة الزفت الجرثومية دي واقعة من أنهي جواب؟ دي في إيه؟ انت عايز يعني ايه دلوقتي؟ يعني ايه اللي انت بتقوله يعني؟ مضطر افهمك. معلش عن اذنك يا انسه مج وراجع لك. اوعى ليلتنا اوعى صباح النسكافيه يا خبر السويد. نعم عايزه ايه؟ يعني ايه يا ولا؟ اتراكتف؟ ايه؟ بلا فخر يا مادموزيل يعني جذاب. جذاب وفرحان قوي. ما تعرفش ان الجذاب بيروح النار. هو الجذاب بقى يروح النار يا انسه تلقيمه اليومين دول ولا ايه حضرتك؟ في ايه جذاب؟ طب ليه يعني ايه المشكله يعني؟ وبعدين ايه مشكلتك انت يعني؟ الناس الامامير تعمل ايه؟ حسين فهمي والناس الحلوه دي تعمل ايه؟ جذابين يتحدفوا في جهنم. ايه الجرأه اللي نازله عليكي دي؟ وبعدين ما قلتليش عليها يا اختي انت عماله تعلمني. صلى على النبي. معلش يا اختي ما قلتليش عليها. عماله بقول لك مش عايز دوشه. اهدي نزلني. نعم يا اختي نزلني. خلي احمد حلمي ينزلك يا قطه. يلا نزلني. ليه؟ بغير من بطاطي. يا نهار اسود بغير من بطاطي يا اللي بتضحك عليا يا بت. مش قلت لك فوق بغير من بطاطي؟ فوق بغير من بطاطي وانا بغير من تحت تحت البطاطي. يا سافل يا قديم انت يا قديم انت. اللي اقول لي يا ولد. نعم. لو انت مدرب الرقصه الجديد باين عليا صح؟ ايوه. شوف الواد وسطه سايب ازاي. خد يا معلمك حركه. امشي قص. خلاص يبقى تخليكي في حالك. بس خليكي في حالك. انت مالك بيها؟ انا بفهمها حضرتك. انت هترقصها؟ انت هترقصني انا؟ ما انا حضرتك بفهمها. ايه رقصه؟ لا اني رقصه. ايوه حضرتك انا لسه عايز افهم. انت مالك بيها؟ انا عايز افهمها. هي رقصه؟ لا اني رقصه. ايوه ما عندكيش شويه بايروسول ونخلص منها وهي مش معقول. انت مالك بيها؟ انا بفهمها حضرتك. كل شويه يروح ليه؟ يخرب بيتك. ده ايه؟ اهدي حضرتك انا عايز افهم. كل شويه تروح ليه؟ اهدي. طب اعمل ايه في السحليه اللي لسه مولوده دي دلوقتي؟ انا مش عارف الجرأه دي جايبها. يعني رقصه مثلا؟ مثلا رقصه حضرتك. انا يعني رقصه؟ ايوه ده انت كبيرك سجاط. رقصت ايه؟ ما تتكلمي على قدك. انت مالك بيه؟ انت يا مادموزيل من فضلك بقى احترم نفسك. انا غلطت في ايه؟ بقول لها يا مادموزيل ولا كلمه. وصلت الشتيمه كمان ولا ايه؟ يا مس من فضل حضرتك بتشتم يا ولا؟ لا واخدنا على بعض ولا انا بقول لك يا مس انا ما غلطت. الله يا جزمه. ايوه طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه على الريحه؟ اعمل ايه انا؟ اهدي حضرتك انا عايز افهمها ان هي يعني انا داخل عشان اتكلم معاكي. ايوه اتكلمنا خلاص. بتروح ليه؟ لا تحس ان بقها في غيرك كلام بيلزق بعد عنك. بتروح ليها؟ لا قوليها تاني كده. قوليها تاني كده. هلا الترجيع اللي انت قلتيه ده من شويه حضرتك. لا انا مش عايزه استفرغ دلوقتي. لا انت عارفه حضرتك انا ما انكرش بجد انها اثرت فيا. يعني حصل عارفه التاتش اللي بيحصل بين اي بني ادم وكلب؟ عارفه حصل ساعات كده. عارفه فيه بيبقى بين البني ادم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده. اسمحي لي حضرتك اعترف لك بسر في منتهى الخطوره. احتمال اكون اول ما دخلت فعلا اتشديت ل انسه نص سوا دي. بس لما ركزت شويه حضرتك بجد انت فرقتي معايا. يعني انا شفت كتير. انا شفت جميلات جميلات العالم. اول مره اشوف كده. فحصل ان المشاعر اتحركت فالقلب دق. وانت لو حطيت ايدك على قلبي هتسمعي قلبي يعمل دوم تم تك تك دوم تم تك حبيب حياتي ما يعني عارفه. في فيديو كليب شغال جوه في المشاعر. فحضرتك جربي تحطي ايدك على قلبي وانت
ما ايه عادي إيه. اولا ده مش قلبي، ثانيا ميه مش سقه، هعرق ايه كركديه خلاص غير احراج، مش لازم فضايح يعني، مش ممكن حاجه عجيبه جدا. بصي حضرتك انا هحاول اوضح لك المعلومه. ايوه انا مشاعري اتحركت تجاهك. ايوه واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيره في حياتي السياسيه اللي انا ماشي فيها. ايوه انا اتاثرت بيكي جدا يعني، حاسه بيا انت ولا؟ ايوه انا بقول لك كلام حلو، ما بقولكيش تعالي نكسر شقه يعني، ما في ايه؟ ايوه انا شفت اجمل جميلات العالم. ايوه لكن اول مره اشوف الزباله دي مجتمعه في فرد واحد. لا ده كتير علي، ده كتير والله. لا يا ولد كتير. يعني حضرتك مبسوطه من اللي انا بقوله؟ ايوه. انت شيء حقير، انت بكتيريا. لا انت فيروس. لا انت فرده باته شمال معفنه مرميه في خرابه ملعوب بيها 600 ماتش على الاسفلت. انا كده هتغر والله العظيم، لا تغر. لا ولا لا ده كتير والله حضرتك. ايوه اوكي اسمحي لي اتكلم معاكي بصراحه اكتر. ايوه حضرتك انا لفيت العالم كله. ايوه اللي كل يوم ياكل حاجه حلوه حاجه حلوه نفسه بتجزع عارفه، يبقى نفسه ياكل كرتون ورق زباله اي قرف يقف جنبه يعني. انت يعني اكتر حاجه مقرفه شفتها في حياتي. ما تكسفنيش يا ولد. عارفه حضرتك الناس؟ والله ولا ما تكسفني. ده انا خارجي دلوقتي اتزغرتي من الفرحه. ايوه عارفه حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك انا بفطر لبن نص دسم عشان معدتي وخلي من دسم او اخد زبدو على الفطار. زبدو يعني مش انا غلط زب ها؟ ما انت اخرك الجله طبعا، تعرفي الحاجات دي منين؟ ايوه انا اعرف الجل يعني بلمها. اما هي همبرجر بالنسبه لك طبعا لازم تلميها. ايوه شغلتي يا ولا بلمها. فخوره بشغلتك قوي يعني، شغلانه تشرف قوي يعني. ايوه حضرتك انا افهمها الزبادو ازاي يا انسه؟ بس عندك تلفزيون؟ ايوه بتشوفي اعلانات؟ امال ايه. عارفه حضرتك البنت اللي بتطلع ام شعر طويل وتبرق دي اللي تقول لك زي زباجي زي زباجي؟ ايوه مش البنت دي اللي بتعمل حاجات دي؟ ايوه وكانت خيلانه بعد عن زي زباجي زي زي وجيلي كلها على قد سني. على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا، مش غصب هو يعني، مش معقول يعني، ده كتير قوي اللي بيحصل. التمثيل رحمنا يا ست من الحنفيه اللي كانت بتنزل لك منها والبوتاجاز والفرن. الاعلانات اليومين دول بصراحه بقت يا انسه بتلم. الاعلانات بتلم؟ ايوه على اساس ان البيت. طب بالنسبه لل انا بستحمى وبمرش جسمي بلوكس ها؟ البلد كلها بتقولها لوكس عادي، بس تقول لك لوكس ليه؟ اصل متعلمه بره القاهره، فين؟ في البدرشين، قريبه مش بعيده يعني. محطتين من الجيزه. عجيبه جدا. انت عارف اللي هو حاجه ساقعه بيبس بيبس؟ يرحمه. وينط من شلال ويمشي مع زرافه هيركليز يا ولا. الحمد لله ايام معدل. المهم ان انت فهمتيني. انا فاهمك من الاول. حاسه بيا؟ امال الواحد لما كل يوم يفطر نص دسم بيزهق، بيبقى نفسه يقعد في الزريبه نفسها. إيه؟ فما بالك لو ال 80 جاموسه واقفه جنبه؟ ايوه انا طازه. انت فهمتيني، نخلع من هنا انا وانت بقى. ايوه ونروح والله نعيش وانت ابن حلال والله. نعيش حياتنا. بس انت لو ما شلتش ايديك انا هطلع مصارينا كلفاها لما مناخيرك تدلدل من عينيك. ده مجدي يعقوب ما يعرفش يعمل العمليه دي. أنا أعرف. لا اتكلمي على قدك حضرتك، عشان بصي انت مالكيش دية ها؟ يعني مالكيش دية اوكي؟ شبشب 44 على دماغك طار الراس بتاع النملة، عارفة الجو ده؟ لا صرصار ولا ايه؟ صرصار بعضلات تكت. شوفي العود والعود من فضلك. ما العود وعودك يا ولد. شوفي حضرتك السايز والسايز حضرتك شوفي. أنا يعني ازاز ده؟ ده انت لابسة دور في رجلك. بقول لك ايه؟ دور ايه؟ خليكي في حالك حضرتك عشان تبقى ليلتك هتبقى سودة. شوفي عودك وعودي. مال عودك يا ولد؟ فاكر نفسك انا رمز ولا ده؟ مال عودك ده؟ عني رمز استثناء في كائنات تانية عايشة معاه فوق، هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكرة الأرضية، ما عندوش فكرة خالص. أمال لا شوف عودك وعدي 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 ده. لغاية العود وبلاش تريقة. لغاية العود وتكر وانت بتتكلمي بقى. تك تك ايه ده؟ تك تك ايه؟ لا خدي بالك وانت بتتكلمي، اسم الله على العود بقى. اهمال العود بقى. اسم الله اللي تقع من على السرير تاخد تلت ساعة لما توصل لأول جزمة على الأرض، في ايه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح ثانية. شبطانة في أي ملاية تقابليها، خليكي في حالك. لا أنا في حالي. امبارح يا أنسة كانت بتحط قطرة قالت أنا كده استحميت وتلفت بكرينكس واتخمدت، مش عايز دوشة. لا يعني. مش عايز دوشة. أنا مش بعمل. همد إيدي عليك. همد إيدي عليكي. هضربك يا ولد. همد إيدي، لا اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولد. شوف العنف، اتكلمي على قدك بقى. ها
هضربك يا ولد. اسود على الاباء. احترم نفسك يا ولد عشان هضربك. ما تتكلمي على قدك. انت يعني اللي هترقصني؟ اللي خلاني رقصت مباحث العالم كله مش هعرف ارقصك. ايزي يا شربات. ايه ده؟ تعرفت اسمي منين يا ولد؟ بعد نظر يا بنت، بعد نظر. وان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. ايه ده ايه ده؟ وبتغني كمان؟ وبعزف كمان. ايوه يعني قلت ايه؟ بعزف كمان. قلت ايه؟ جيتار ربابي. لا رمامي ومش عايز غباوه. انا خلق ايديا. هات واحد مقاسك يا ولد. معلش معلش. رحمتك. طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه تنوى؟ ينفع الكلام ده حضرتك؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي مفتاح. وحتى تريق ايميلي سماك كده يا قفل ويا ترباس، وماما اسمها كالون، وابوك السقا مات. ما كنتش بروح الحضانه من تحت راس الجمله دي. عايزه ايه بقى؟ ما كملتش تعليم. يعني كنت اقول لك حاجه تانيه. في جديد نازل السوق؟ يحبسك في ميداليا. اوعى. حلو يا بنت حلو. ممكن نعرف ايه حكايتك بالظبط؟ بص يا ست، وايه اللي جابك هنا؟ هو ده السؤال اللي نفسي اتساله من ساعه ما دخلت المكان ده. حكايتي يا أليسات تتلخص في أربع جمل. مسافر بقالي سنين، بناضل، أكافح، بعمل شغل سياسي على مستوى العالم. ليا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سيبنا بعض وسافرت. رجعت من السفر 48 ساعة بالعدد عشان أشوفه. مش عارف عنوانه فين. بفتح الجورنال بالصدفة الصبح لقيت صورته في صفحة السينما. هيبقى واحد من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي. خدت العنوان وجيت على هنا عشان أسلم عليه وهتشوفوا صاحبي هيقابلني إزاي. صاحبك مين؟ صاحب مين وعايشين؟ في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامع عادل رأفت؟ ايه اللي حصل؟ صيعة. عادل رأفت؟ ليه يا عادل؟ ليه يا عادل؟ عملها الندل؟ ليه؟ ليه؟ ما هو الجينات الطويلة دي ما تلاقيهاش في أي حتة. ما هو الاتنين بيمشوا ياكلوا شجر اتقابلوا فوق، فخلاص. ماسكه بطنها البنت، ماسكه بطنها. الف سلام. بطنها هي حضرتك مش بطن انا. ايوه. خلاص خلاص حمد ربنا اني جيت في الوقت المناسب. اللي كسر يتدغدغ، مش هنقعد نصلح لسه. خلاص خلاص خلاص. هو اذاك يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رحت الدكتور؟ لا حول ولا قوه. قال لك ايه؟ انت بتستعبط يا بنت. ادخل واحده اخرج اثنين. هتقولي عادل رأفت؟ ماله مال الجحش اللي لسه مولود ورايا ده يا ربي؟ ليه عادل تبوظ السلالة الطويلة بماينس تو حقيرة تحت الأرض؟ حول الله يا رب. طب حضرتك أنا أفهم إيه؟ دي ماسكة كلها، أنا أفهم إيه دلوقتي؟ يا أنسة، يا شيتا، هو عارف يأذيكي؟ رحت الحيوان يعالجك؟ أيوه. وقال لك إيه؟ أنت لا، أنتوا بتستعبطوا، أنتوا الجوز. هاتولي عادل رأفت حالا، لالطم على وشي. ده هو اذاك؟ رحت الدايه؟ قالت لك ايه الدايه؟ الدايه قالت لي ابوس رجليك وهاتولي عادل.